انني ركزت عليه في المرافعه ديالي. انا ركزت على العناصر التكوينيه لجريمه تجارة البشر، عناصر تكوينيه، وقلنا بان هذا الفصل هذا لتجارة البشر لانه هناك قراءات مختلفه. دابا الطرف المدني عنده قراءه لهذا الفصل، والنيابه العامه عندها قراءه للفصل كتفسروا بواحد الطريقه اخرى، وحنا عندنا قراءه لهذا الفصل. قلنا هذا القانون باقي جديد، باقي يلاه بدا. في هذه الحاله شنو خاصو يدير القاضي؟ شنو خاصو يدير عندما يكون هناك واحد الفصل فيه صعوبه مثلا في التفسير ديالو؟ هناك طرق للتفسير، طرق تفسير النص. قلنا طرق تفسير النص هي داخل النص وخارج النص. قلنا طرق تفسير خارج النص هناك الاعمال التحضيريه، هناك الاعمال، هناك قرارات قضائيه، عمل قضائي في هذه الجريمه هذه. وجبنا مجموعه من الاعمال التحضيريه وناقشناها من المحكمه، وبين التخوف ديال المشرع ديك الساعه في المناقشه ان تحيد هذه الجريمه عن الهدف اللي سطرت له. كان هناك تخوف في البرلمانيين ولا الحكومه كتقول انه خشى ان هذا القانون انه يخرج الاطار ديالو وتمشي ولا شي افعال لا عن علاقه بالتجار ندخلوها في التجار البشر. وفعلا هذا الشيء اللي وقع، انه وجبنا مجموعه من الجهات القضائيه تتعلق بمحاكم اخرى خاصه مراكش اللي كتبين فعلا، تبين فعلا اشنو المقصود بتجارة البشر. حالة جبناها وعرضناها للمحكمة اللي اطفال قاصرين تم استغلالهم جنسيا من طرف اجانب، هناك فتيات قاصرات تم استغلالهم جنسيا من طرف الناس من خارج المغرب ماشي مغاربة، كيجيو هادشي اللي جايين المغرب كيجيو باش يستغلوا سميتو مزيان. هادشي حنا جبناه المحكمة بأحكام قضائية، وبينا العناصر التكوينية والمحكمة كيفاش عللات وكيفاش بنات المقرر ديال المحكمة، وبينا قلنا أن هذا هو القانون فين غيطبق. حنا شوف حنا قلنا بأن هذا قد يقول قائل بأن المحكمة تعيد تكييف الواقع. قلنا له بأنه راه التكييف ماذا من بعد ماذا؟ من بعد ماذا؟ ملي شخص يقضي عقوبة ديال سنة مثلا ومعتقل ولا سنتين وعاوز تدري تعاود تكييف تقول لي هذا راه فساد، راه صافي هو اللي طلع طار صافي راه دوز العقوبة هو. إذا قلنا بأنه على الجهة المسؤولة والنيابة العامة خاصة أن تحتاط عندما تحاول تكيف فعل ما وصف قانوني الملائم تاخذ بالاعتبار هذا الشيء، لان كل الناس ابرياء يمشيوا في هذا البشر ما يديرش حاجه. غدا دابا مثلا واحد مثلا مقاوله وكذا، غدا تجي عامله تقول لك دابا جيت هو تجي البشر، ما يمكنش نقول بان هذه الافعال اخرى راه معاقب عليه بمقتضى جرائم اخرى. لكن هي ماشي لا تصير البشر، هناك جرائم مثلا استغلال جنسي وكذا راه هادشي وضحنا للمحكمة فهمتيني. ومن بعد شنا الوكيل العام النساء اللي اعتبرهم انهم ضحايا تجارة البشر، حددنا وناقشنا كل حالة على حدة، وناقشنا بين الزيف الادعاءات ديالهم بخصوص الوضعية ديالهم الاجتماعية، بخصوص الشيء اللي هما كيقولوا صرحوا به امام الضربة القضائية وامام المحكمة. ومجموعة من التناقضات كتبين لك الشيء ما كاينش وكشي لا اساس من الصحة. ومازال غادي نكملوا المرافعة.